صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شدلو. عندنا النهارده ان شاء الله المنيو خفيف وبسيط جدا. هنعمل دبابيس كده بالثوم والاعشاب، وهنعمل كمان سلطه لذيذه جدا بالبنجر، وعندنا مكرونه، وكمان عصير كده حلو قوي فريش لذيذه قوي بالموز. ماشي، تعالوا مع بعض نشوف الدبابيس. مقاديرها بسيطه، ما فيهاش حاجه اصلا. اهي دبابيس، ده كيلو دبابيس مغسوله كويس قوي بالدقيق والليمون والملح والخل والميه الفتره دي. اهم حاجه في الفراخ انها تتغسل كويس قوي، تتساب تتصفى لحد ما تنزل ميتها خالص قبل ما نبتدي ان احنا نشتغل فيها. زبده، الوصفه دي عايزه كده كميه حلوه من الزبده. معانا توم، معانا الاعشاب بتاعتنا بقى اللي هو زعتر طازه، روزماري طازه، وكمان بهارات فراخ وبقدونس جاف عشان يستحمل. هنعمل شويه على النار وشويه في كيس حراري، وهنشوف نتيجه انهي عجبتكم اكتر. خلاص، اول حاجه هعملها انا هتبلها كويس قوي، بس عايزه اللي هحطها في كيس الحراري، بس عايزه الاول ان انا اسخن الزبده. ولو انتوا مش عايزينها باي مواد دهنيه هتبلوها كويس قوي بمعلقه زيت واحده وتحطوها في الكيس الحراري. خلاص، هحط البقدونس، الروزماري، الزعتر، بهارات الفراخ، التوم هنعمله كرانشي، مش تتعامل خالص. هي كانت قلبوزه شويه بس. ماشي، هنحطها على الزبده كده وهي سخنه. هحط معاهم ملح وفلفل اسود. هحطهم هنا كده بقى. خلاص، هبتدي بقى احط الدبابيس هنا. نقسمهم نصين، نص كيلو هنا ونص كيلو هنا. نقلب كويس قوي. الريحه لذيذه جدا. حاطين زبده سايحه، حاطين توم، حاطين ملح وفلفل، حاطين بقدونس جاف، حاطين كمان روزماري وزعتر، وقلبناهم كويس قوي مع بهارات الفراخ، ملح وفلفل اسود. خلاص، هنقلبها كويس قوي وهحطها في الايه، في الكيس الحراري. ماشي، هنسيبها في الفرن لمدة نص ساعة كويس جدا، هتكون استوت وهتطلع يعني طرية وجميلة. لو انتوا حابين بقى تحطوا
بطاطسايه معاها وجزرايه هتدي برضو طعم حلو قوي. ماشي اهو، هنحط طبعا كل الصوص ده اصلا. ماشي، وبنعمل له فتحه صغننه قوي عشان ايه تبقى فيها متنفس. ماشي، هحطها دي كده. ابتدت تسخن، حطلها ملح، فلفل اسود، بهارات. ماشي، التوم هنا بقى اللي هو في الطاسة مش لا هعمله بالطول، هيدي طعم احلى. بصوا بقى اتحمرت ازاي من تحت. هحطلها معلقه زيت بس. روزماري، زعتر، بقدونس بس، وقلب. ممكن بقى نطلع فاصل، ولما نطلع فاصل هحط الكيس الحالي ده. بس عايزه اوريكم بس حاجه، هعمل له فتحه بس كده. ماشي، هحطه في الفرن لحد اخر الحلقه هيكون استوى. تمام، نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا الفراخ اخبارها ايه اهي. هبتدي بقى احط لها مكعب زبده مع ثوم، يعني احس بريحه الثوم. هحط لها حبه ميه مغليه، وممكن نحط مكعب مرقه لو عايزين. خلاص هنعمل كده في النص هنا كده. هحط الثوم، اول ما ريحه الثوم تبتدي تطلع هقلبهم واحط الايه الميه المغليه. اللي بيحب الكريمه ممكن يزود عليها حبه كريمه برضو، هتبقى لذيذه. طيب تعالوا نشوف المكرونه النهارده اللي احنا عاملينها، وان انا عاملاها تتاكل مع الدبابيس. احنا قلنا عايزين نعمل اكل صيفي، اكل ينفع نعمله واحنا في المصيف، يبقى سهل وبسيط وكمان مش مكلف. فالدبابيس من الحاجات السهلة والبسيطة جدا، والمكرونة من الحاجات اللي كلنا بنحبها ودايما بنحب ان احنا نشكل فيها، عشان يعني مش بنزهق منها. قليل قوي اللي بيزهق من المكرونة يعني بصراحة. طيب عندنا هنا مكرونة اهي بالشكل ده، ده الشكل اللي انا مختاره. احنا ممكن نختار اي شكل احنا عايزينه. عندنا طماطم تشاري، بقدونس، وجبنة حلوم، جبنة كمان موتزاريلا، ممكن جبنة حلوم، جبنة فتة المتاح. عندنا كمان جبنة، يعني في ثلاث انواع كده جبنة، جبنة فتة، جبنة حلوم، جبنة موتزاريلا. ممكن نستخدم نوعين بس. تمام، عندنا بقدونس، عندنا طماطم، عندنا ثوم، عندنا زبدة. خلاص، طيب هجيب الثوم كده. اول حاجه الثوم مع الجبنه الفته بيدوا طعم جميل جدا. فالسكينه فين؟ طيب ممكن نستخدم السكينه دي.
اشمعنى يعني؟ طيب التوم اهو اهو تمام. نحط ايه بقى؟ نحط الزبدة. الطماطم. مع الطماطم والزبدة على طول نحط ملح. ويا لو عندنا بقى ملح خشن يعني. الطعم بيبقى جميل قوي. طيب هبتدي نحط بقى المية المغلية. واغطيها عشان ايه تستوي. احط بقدونس ماشي، الثوم، الزبدة، الطماطم، الشاري، الملح، البقدونس، المكرونة، خلاص اهو. جبنه الفته لحد ما تدوب. هي والموتزاريلا. انا بحب اشوح المكرونه الاول على فكره قبل ما احط الجبنه، بتديها طعم حلو قوي. المكرونه مع الزبده والثوم والطماطم والشاري الاول وبعد كده الجبنه. لو حطينا الجبنه المكرونه هتاخد طعم الجبنه بس، لكن لو عملنا كده هتاخد كل النكهات. فاضل بس ايه؟ الفلفل الاسود والجبنه الموتزاريلا اول ما الفته تسيح شويه. ماشي. الحلوم بقى هي اللي مش اساسيه، يعني الاساسي الفته والموزاريلا. الحلوم هنحطها كده فوق الوش، عايزين تحطوها ماشي، مش عايزين، اهم حاجه الوصفه تبقى كده. على فكره بتتاكل دافيه او بتتاكل ساقعه وطعمها لذيذ وخفيف جدا. كده تمام قوي. خلاص هحط لها برضو حبه صغيرين قوي من الميه المغليه عشان تعمل لها صوص كده حلو. ميه مغليه، لبن، كريمه، يعني الثلاثه دول ينفعوا. كده ممكن بقى نطلع فاصل، تكون دي استوت ونرجع من الفاصل. على فكره الدبابيس كمان ان شاء الله تكون استوت. هنرجع نعمل سلطه لذيذه جدا، سلطه صيفي برده كده ببواقي الخضار. عندنا بنجرين، عندنا بطاطساية، عندنا حبه جرجير، هنعمل بيهم سلطه لذيذه قوي. يلا نطلع فاصل.
رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف اخبار المكرونه ايه. خلاص كده عايزه اقول لكم، يعني انا هقفل عليها بس هسيبها هنا عشان ايه تفضل سخنه، عشان لما اجي اقدمها تبقى لذيذه. الموتزاريلا مع الفته، بصوا الصوص اللي طالع عامل ازاي، وهتلاقوها حادقه كده شويه مع في مزازه، طعم جديد وطعم صيفي جدا ولذيذ قوي. خلاص طيب نشوف الدبابيس اخبارها ايه. بصوا بما ان بقت شويه مكرونه عايزه احطها هنا مع الدبابيس تاخد الطعم. يعني دي فكره برضو، ممكن نعمل الدبابيس ونكون سالقين المكرونه ونقوم حاطينها ايه عليها. خلاص ونعملها كده. هي إيه اصلا كمان الدبابيس استوت، عرفتي منين انها استوت؟ بصوا اهي اهي، السكينه بتدخل وتطلع بالسور. بس ايه الدبابيس بصراحه كل ما تستوي اكتر كل ما بتبقى، يعني كل ما تبقى دايبه اكتر كل ما تبقى طعمها احلى. نبص كده على اللي في الفرن، ان شاء الله عقبال ما نخلص الحلقه هتكون ايه خلصت، احنا لسه قدامنا شويه. طيب تعالوا نشوف بقى السلطه الجميله بتاعتنا. بصوا كان عندها شويه بنجر على شويه بطاطس على فاصوليا حمراء فاصوليا بيضاء. يعني انا دايما بقول ان انواع الفاصوليا دي تبقى دايما موجوده عندنا في دولاب المطبخ، فاصوليا الحمراء الفاصوليا البيضاء الفاصوليا السوداء الذره، الحاجات دي تبقى موجوده عندنا في الدولاب بتنجز. يعني لو مثلا جالنا ضيوف فجاه وما عندناش سلطه ممكن نقوم ملخبطينهم على بعض وعاملين بيها سلطه مع زيت وليمون وثوم وملح وفلفل، هتبقى لطيفه قوي. دايما برضو من الحاجات اللي بحسها مهمه ان احنا نبقى عندنا الفاصوليا المجمده حتى لو مش لازم فريش، ونحطها برضو في الفريزر من الحاجات اللي بتنفع سلطه حلوه قوي. عندنا بقى شويه جرجير، بطاطس ذره، فاصوليا حمراء، بنجر، فاصوليا بيضاء، ثوم، ليمون، زيت زيتون، ومستردة من الحاجات اللذيذه قوي اللي بتدي طعم حلو قوي للسلطه. وهنا في ايه ساوثند ايلاند من الحاجات اللي احنا بنحبها قوي سواء الكبار والصغيرين. خلاص معانا ندى. هاي يا ندى ازيك؟ الو. ايوه يا ندى، انا بحبك قوي والله. يا حبيبه قلبي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. شكرا ليكي. طب اهم حاجه بتعملي حاجه من بتفرجي عليا ولا بتفرجي بس؟ اه بعمل. تعملي؟ طيب الحمد لله. قولي لي عايز تساليني على ايه؟ طيب كنت عايز اسالك على فطير بخميره. ايه ايه؟ مش سامعه. انا سمعت حاجه خميره. ايه يا ندى انتوا سمعتوا؟ طيب ندى حاولي تكلمينا تاني. طيب هنقطع الثوم مفروم صغنن قوي قوي للسلطه. دايما في السلطه يا اما ما نحطش ثوم، ولو حطينا ثوم يبقى مش باين، فدايما نبقى عاملين حسابنا ان الثوم بتاع السلطه يبقى مفروم. خلاص وممكن مفروم اكتر من كده كمان. انا شخصيا بحب الثوم بكل اوضاعه. يعني انا عايزه اقول لكم ممكن امسك التوميه دي اعملها كده بالسكينه احطها جوه ساندوتش مع جبنه بيضة واكلها كده، يعني بتبسط قوي بالطعم ده. بس طبعا في ناس كتير عندها مشكله في موضوع التوم ده، فاحنا ايه نفرمه كده. فص تومه كفايه قوي زيت زيتون، ماشي، رشه ملح، خلاص الليمون معانا. ندى ايوه يا ندى. الو. ايوه انا كنت بكلمك كمان. ايوه يا ندى قولي لي يا ندى كنت طالبه ايه عشان ما سمعتش؟ بس كنت بقول لك عايزه فطير بخميره. انتوا سامعين يا جماعه؟ فطير بالخميره. اه حاضر حاضر، فطير بالخميره عشان يبقى هش قوي. حاضر. طيب الليمون اهو، دايما بقول واحنا بنعصر الليمون ما نلبسش جلافز خالص. ليه؟ عشان الحاجات دي بتبقى حلوه قوي للضوافر، ودايما بواقي الليمون ده لما نخلصه خالص نستخدمه ان احنا كده نقعد ندعك بيه ضوافرنا. طب وخلصنا دعك وتمام، نحطه في البوله بتاعه غسيل المواعين
بتدي ريحه حلوه قوي مع الصابون السائل. ماشي. طيب كده بصوا الزيت والليمون والثوم تقل ازاي. بصوا الزيت بيتقل جدا، بصوا خلاها عامله ازاي. لسه هنحط بقى مستردة. بما اننا حطينا مستردة وزيت وليمون وثوم مش محتاجين خالص ملح. طيب اول حاجة عايزاها تمسك في الصوص ده ايه؟ يعني انتوا اختاروا الحاجة اللي عايزينها تمسك في الصوص. البطاطس هتمسك في الصوص، فايه ممكن اقول هنحطها هي كده. ماشي. نحط وراها على طول البنجر. ماشي. بس كانت عايزه بوله اكبر، فبما ان في هنا بوله هحط هنا الذره. معانا رانيا، هحط الفاصوليا. عليكم. عليكم السلام، ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اولا انا بحبك جدا جدا. شكرا جدا. شكرا ليكي حبيبه قلبي. وبنوتي عندها 12 سنه وبتموت فيكي، ونفسها بجد والله تطلع معاكي تعمل معاكي اكل، يا شطوره جدا. اسمها ايه؟ اسمها نور. نور، ازيك يا نور؟ عامله ايه؟ والله للاسف احنا يعني مش متاح الايام دي ان احنا بنطلع حد معانا خالص، بس ممكن والله تسيبي رقمك. تطلع مع حضرتك في اي وقت بقى. سيبي رقمك لو اتاحت الفرصه. تطلع مع حضرتك في حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. طب قولي لي، بتعملي وصفات كده من اللي انت بتحبي تتفرجي عليها؟ بقول لك الجبنه الموتزاريلا مش بتمط. بصي الجبنه الموتزاريلا فعلا من الحاجات اللي ما بتمطش قوي، مش زي ما بنشوفها. الجبنه الموتزاريلا بالذات بتاعه البيتزا اللي احنا بنشتريها من بره بيبقوا حاطين عليها حاجات معينه، وبيبقوا عاملينها مخصوص من مصانع معينه مخصوصه للمكان ده. فعشان كده الناس بس بتفتكر ان احنا لما بيجيبوا الجبنه الموتزاريلا وما تمطش، فلا، هما كل المحلات بتاعه البيتزا بالذات بيجيبوا عندهم مصانع معينه بتعمل لهم نوع الجبنه ده اللي هو اصلا مش متاح عندنا. بس لو عايزينها تمط تحطوا كميه جبنه اكتر شويه، ودي حاجه انا مش بنصح بيها قوي، يعني حاجه لما بتزيد عن حدها ما بتبقاش حلوه. خلاص. طيب هنجيب بقى طبق السلطه الجميل ده، هنحط في الارضيه بتاعتنا الجرجير بالطريقه دي. قد ايه الجرجير بيبقى يعني لذيذ قوي. هنحط اول حاجه البطاطس مع البنجر بالطريقه دي. سلطه ما فيهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. هنحط كده، بعدين هنلخبطهم على بعض. نحطهم كده. دي بقى تتحط في التلاجة على فكرة، يعني اللي هناكل منها ما ناكل، يعني لو الكمية دي مثلا لو عملنا كمية وحسينا كبيرة علينا نحط نصها في علبة في التلاجة، والنص التاني نقدمه على السفرة. ممكن تقعد معانا 4 أيام لو حطيناها في العلب اللي بتحفظ الطعام. خلاص. ثاوزند ايلاند بقى كده لو متاح، لو مش متاح خلاص. يبقى الاساس في السلطه ايه عندنا النهارده؟ الاساس الدريسنج بتاعنا زيت زيتون موجود طبعا، لو مش متاح زيت عادي، فص تومه واحده، مستردة، كمان عصير ليمون. نلخبطهم كويس قوي قوي مع بعض. بعدين ابتدي احط الخضار اللي متاح عندي. حطينا بطاطس وبنجر، حطينا ذره، حطينا فاصوليا حمراء، فاصوليا بيضة، حطينا كمان جرجير، وهو بعصر الليمون عليها عشان تبقى فريش وجميله. خلاص هنعمل كده ونطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نعمل المشروب بتاعنا الحلو قوي اللي بالموز. نطلع فاصل نرجع تاني. رجع
رجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي تعالوا مع بعض نشوف المشروب اللي هنعمله النهارده. ميكس غريب بس طعمه لذيذ جدا. عندنا شمام وعندنا موز، هنعمل بيه مشروب حلو قوي. السكر موجود اهو بس انا هشيله. الموز اصلا بيبقى مسكر والشمام فيه نسبه سكر حلو، فانا شايفه ان السكر ملوش لازمه خالص في العصير ده. خلاص هحط اول حاجه كده الشمام، وانا مستبعده الميه، يعني ان شاء الله كده ما نحطش ميه خالص، ما نحتاجش شمام، يبقى اكتر من موز. طبعا مست الموز ايه في الوصفه دي؟ اولا هيتقل العصير، خلاص. تاني حاجه مسكر، فمش محتاجين ان احنا نحط سكر، فهيبقى فيه سكر طبيعي، مش محتاجين خالص ان احنا نزود سكر. يعني نحاول على قد ما نقدر. الاطفال الصغننين اللي لسه كده بنبتدي نعلمهم طعم الاكل، ما نحاولش ان احنا ندخل السكر قوي في الاكل. محتاجين قوي نحط لهم سكريات، نحط لهم عسل. انا شايفه ان الاثنين فيهم سكر طبيعي، فانا مش محتاجه ان انا ازود سكر خالص. طيب هعمل كده، اول حاجه هخليه لوحده كده. هنحطه ايه تاني لحد ما ايه ابتدى ان هو هندوقه كده. انا حاسه انه تمام بالنسبه لي، انا حاسه ان الطعم هيبقى كويس. حلو قوي بجد، مش محتاج سكر خالص. نجيب كاسات كده شكلها حلو ونحط تلج، ونبقى مسقعين الشمام والموز كويس قوي. نحط التلج. التلج اولا هيديله بروده حلوه، وكمان هيخفف شويه التقل اللي الموز عمله. معانا احمد. ايوه احمد. احمد ايه؟ احمد انا حاول تسمعني من التليفون. احمد شكله صغنن اصلا كمان، وانا بموت في الصغننين الاطفال الحلوين دول. ايوه في سني، يا دوبك انا قدهم اصلا اهو. بصوا ايه رايكم يحيى؟ معانا يحيى. لا مفيش. الموز يعني انا احشر الموز في اي حاجه بصراحه ببقى مبسوطه منه قوي. انا هنا بس زودت الكاسه شويه. لا ان شاء الله مفيش حاجه هتقع. طيب تمام كده خلاص. يبقى انا كده ايه، حطيت شمام، حطيت موز يتشرب ده على طول بس عشان ما يفصلش. خلاص حطيت تلج، حطيت كمان ولا حاجة بعد كده، ولا مية ولا لبن ولا سكر. طعمه لذيذ قوي. خلاص السلطة هي جاهزة، فاضل ان احنا نقدم الدبابيس اللي انا زودت عليها حبة مكرونة كده. حسيت ان بقى شوية مكرونة نعمل فيهم ايه، نحطهم على الدبابيس. هتبقى وصفة لذيذة جدا. لا خلي دي خليها للمكرونه. طب استنى، هجيب البقدونس احطه في الارضيه عشان ايه لما نيجي ناكل الدبابيس هيلزق كده في الدبابيس، فايه نقوم واكلين ونشيل المكرونه. انا مش عايزه اقدم المكرونه النهارده، انا بس وريتكم ان انا اتبقى شويه مكرونه، فانا ايه
ممكن اقوم حطاهم هنا مع الدبابيس. الدبابيس دي معموله ازاي؟ زبده مع توم مع بهارات فراخ مع كمان بقدونس جاف وروزماري وزعتر، روزماري فريش وزعتر فريش، كل دول مع بعضهم مع ملح وفلفل اسود وحطيناهم يستووا. لما لقيت ان الدبابيس اتحمرت كويس قوي رحت حاطه عليهم حبه ميه صغيرين جدا، ممكن كمان نزود مكعب مرقه لو عايزين، ممكن نزود حبه كريمه لو عايزين. وحطيت المكرونه لان لقيت هتبقى شويه مكرونه مني. بصوا بقى الصوص ده بتاع المكرونه عايزه اقول لكم لذيذ جدا جدا جدا، اهو ده الصوص ده خلاص. طيب الدبابيس اهي بقت جاهزه معانا احمد رجب. وبما ان في جبنه حلوم هحطها كده، هتبقى لذيذه جدا مع الدبابيس. ويبقى بقى لو سخناها كمان حطيناها كده على الجريل هتبقى طعمه قوي. ماشي، ده كده بالنسبه للدبابيس. المكرونة دي ممكن احطها هنا كده، معانا احمد. عمل ايه؟ ايوه يا احمد. عامل ايه؟ طريق عمل ايه؟ قولي قولي انا سامعاك ما تتكسفش. ده الصوص بس ايه احطه كده، طبعا عشان حطينا المكرونه فالمكرونه شربت الصوص كله. معانا يحيى. الولاد الاطفال احباب الله يا جماعه، خلاص خلاص. طيب كده خلصنا الدبابيس، حطينا المكرونه، نقدم بقى كمان الدبابيس اللي في الفرن. بس ممكن اقدم المكرونه اللي بالفته والموتزاريلا الاول، نحط دول كده. نحط دول كده، شايفين الطبق ده وده مع بعض؟ لذيذ قوي. عندنا كمان ده هنقدمه. زي ما قلت دي تتاكل سخنه او ساقعه. سخنه هتبقى الجبنه سايحه كده الفته، وساقعه هتدينا طعم حلو قوي. الطبق ابتدى يتقل فايه احطه كده عشان ايه. حطينا ايه هنا بقى؟ نقول سريعا كده واحنا جايين نقدمها. هنا حطيت زبده عليها توم، بعد كده معاها الطماطم التشيري، رشه ملح خشن، بعد كده المكرونه والبقدونس اتشوحوا حلو قوي، رحت حاطه جبنه الفته، وبعد كده حطيت الجبنه الموتزاريلا معاهم شويه ميه او لبن او كريمه المتاح، بس اهم حاجه يبقوا مغليين بالذات لو ميه. وممكن ازود عليها كمان ممكن ازود عليها كريمه زي ما بقول، ومكعب مرقه هتبقى لطيفه كده كده كده. الوصفه الثالثه معانا النهارده خلصت. بصوا انا المفروض ان انا عامله اربع وصفات النهارده، انا مقدمه سته عشان المكرونه دي شكلها متغير. دول الدبابيس اللي انا حطيتهم على البوتاجاز، وهنطلع دلوقتي اللي في الفرن اللي ايه بالكيس الحراري. بصوا انا عايزه اقول لكم ان بالكيس الحراري دي هيبقى ليها طعم ومذاق تحفه. بصوا بصوا اصلا عامله ازاي. معانا مدام فاطمه.
صباح الفوشيا وصباح الجديد في جديد. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ودايما جميله ومتجدده يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا رب. يا حبيبه قلبي انت اللي عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ايه كده جميله ودايما مبدعه ودايما متجدده يا حبيبتي. شكرا ليكي يا حبيبه قلبي. الله اكبر ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كمان خسيتي قوي يا دودو. والله لا ده والله انا عارفه الكاميرا اللي بتسخن شويه لكن انا بس لا انا يعني مش خاسه قوي الايام دي يعني. احسن. لا جميله والله العظيم جميله كده باربي جميله. شكرا يا حبيبتي. ايدك ايه الجمال بتاع النهارده ده يا غاده والفوشيا وايه الحلاوه دي. شكرا يا حبيبه قلبي. وايه الحاجه ان انت انا بصراحه لسه متابعه ما فيش 10 دقائق ما شفتش زين لما دخلتيها الفرن. هقول لك سريعا دلوقتي. ده كيس حراري. عندك كيس حراري في البيت؟ سلام ايدك يا حبيبتي وسلام للقناه والكاست كله حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. شكرا كل القائمين عليها. مع السلامه. بصوا الكيس الحراري ده بقى اختراع في ايه؟ اي حاجه عندنا لحمه فراخ سمك على طول نحط مع حبه توابل وندخل الفرن. دي بقى نقول سريعا عملناها ازاي. بصوا دي برده لونها طالع غير دي ومختلف تماما. حطينا ايه هنا؟ شوحت الزبده مع الزيت في على النار لحد ما الثوم طلع ريحته طلعت مع الثوم. وبعد كده رحت كنت حاطه الاعشاب مع بهارات الفراخ مع بعض والملح والفلفل الاسود وحطيت كل ده في الكيس الحراري. وبعد كده حطيته في الفرن لمده نص ساعه بالظبط. انا حطاها هو 10 وربع او لا حاطينه 10 و10. طلعناه دلوقتي استوت وبقت خطيره خطيره بمعنى خطيره. بصوا اهو الزيت والتوابل. ده الزبده كمان مش الزيت. ممكن نستغنى عن الزبده على فكره ونحط حبه زيت زيتون وخلاص بس الزبده بيديها طعم لذيذ قوي. يعني الكيس الحراري حلو في الناس اللي عايزه ما تحطش اكل فيه دهون. ان احنا ممكن نستغنى عن الدهون خالص كده. كده نكون خلصنا حلقه النهارده. عملنا وصفات لذيذه جدا النهارده. دبابيس بالزبده والثوم والاعشاب اللي هو بقدونس جاف مع روزماري مع كمان زعتر اخضر. كل ده مع بعضه في الكيس الحراري. عملنا كمان سلطه لذيذه جدا من البنجر والبطاطس والذره مع الفاصوليا الحمراء والبيضه. الصوص بتاعنا النهارده او الدريسنج كان فص تومه واحده مع زيت زيتون ومستارده وكمان ليمون. حطيناهم كلهم مع بعض وفي الاخر حطينا ثاوزند ايلاند والارضيه كانت جرجير. عملنا النهارده مكرونه بالجبنه الفته والموتزاريلا لذيذه قوي مع طماطم الشاري والزبده والثوم وقدمناها مع الحلوم والبقدونس. من نفس خلطه الدبابيس عملناها على البوتاجاز من فوق وحطينا معاها حبه مكرونه ادتنا الشكل الظريف ده. والمشروب بتاعنا النهارده كان عباره عن موز وشمام وتلج. وكده نكون خلصنا حلقه النهارده. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. باي باي.